البداية من اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي والذي انعقد في السراي الحكومي على مدى 3 ساعات لبحث الاشتباك الحاصل بين القضاء والمصارف والتي دعي إليها أركان الجسم القضائي لكنهم غابوا عنها. وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا عبر زوم الخبير الدستوري والقانوني الأستاذ سعيد مالك. أستاذ مالك، أهلا وسهلا بك. مساء الخير يا أستاذ سلمان، لحضرتك والمشاهدين الكرام. أهلا فيك. لماذا برأيك غاب أركان الجسم القضائي عن مجلس الوزراء؟ هلا، من الثابت أن استدعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي إلى جلسة مجلس الوزراء يتناقض بالأصل وبالشكل مع مبدأ فصل السلطات والمنصوص عنه بالفقرة هي من مقدمة الدستور. والسلطة القضائية هي سلطة مستقلة عملا بأحكام المادة 20 من الدستور، ولا يمكن اعتبارها جزء من الإدارة ولا جهاز من أجهزة الدولة، إنما سلطة مستقلة سيدة حرة وتلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني. ولكن السلطة مسؤولية أستاذ سلمان، فليس بإمكان من يتولى المسؤولية إلا التعاطي معها بكل حكمة ودراية وبصيرة، بحيث يجب إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، بحيث أن أي دعسة ناقصة بملف حساس كملف المصارف ممكن أن يودي بالاقتصاد وبالنظام المصرفي والنقدي إلى الهلاك. فصحيح أن السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن إرسالها والمثول أمام السلطة التنفيذية، ولكن الأصح أيضا أن على السلطة القضائية أن تتحمل مسؤولياتها بكثير من الحس الوطني. بالتالي دعوة اليوم مجلس الوزراء السلطة القضائية للمثول أمامها هو بقصد تصحيح البوصلة وتقويم الأعوجاج قبل فوات الأوان، ولكن أشدد على وجوب عدم تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء الذي يملك الآلية للمحاسبة والمراقبة من جهة، ولمعالجة شؤون القضاء وشجونه من جهة ثانية دون أي تدخل أو تعرض من قبل أي طرف كان. ولكن التدخلات بالقضاء قائمة لدى بعض القضاء، خلينا نقول. نعم للأسف. هلأ من هنا مبدئيا الاشتباك الحاصل، الاشتباك القضائي السياسي الحاصل، أنا أرى على أن هذا الاشتباك القضائي والسياسي سيبقى مستعرا ما لم يبادر المعنيون إلى معالجة مكامن الخلل. لا شك في أن عمل بعض القضاة قد ألحق الكثير من الأضرار بالقضاء، من هنا ضرورة الإسراع في معالجة هذه الأمور العالقة دون استنسابية ووفقا للقوانين المرعية الإجراء ومن قبل أرقام الجسم القضائي كل حسب صلاحياته. برأيك التدخل الحكومي يمكنه إنهاء هذا الاشتباك القضائي المصرفي، وكيف؟ لا أرى على أنه هناك إمكانية لإنهاء هذا الاشتباك ما لم يبادر المعنيون المسؤولون المولجون بموضوع الجهاز القضائي من رئيس مجلس قضاء أعلى إلى نائب عام تمييزي إلى رئيس هيئة تفتيش قضائي بممارسة دورهم بهذا الخصوص حتى يعملوا على معالجة مكامن الخلل. ما لم يقدموا على ذلك ستبقى الحرب مستعرة ولن نتمكن من إيجاد هدنة بين القضاء وبين المرفق القضائي. طيب، ولاحقا يتم إقفال المصارف وبصير الانهيار الشامل. للأسف من أجل ذلك نحن بحاجة كما سبق وذكرت وأؤكد على ضرورة معالجة مكامن الخلل. ثابت أن هناك مبدئيا مكامن الخلل تصرفات. يعني أعطينا مثل على مكامن الخلل. يعني من مكامن الخلل يعني مثلا ذهاب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان باتخاذ قرارات وإجراءات خارجة عن الصلاحية، إضافة على أنه مبدئيا ممكن أن تلحق ليس فقط بالمصارف الضرر إنما بالمصلحة الوطنية العليا والتي يجب إعلاؤها قبل أي اعتبار آخر.
الخبير الدستوري والقانوني المحامي الأستاذ سعيد مالك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.